طيب خلونا نشوف الحالات التحكيمية لهذه المباراة، مباراة التعاون والفيحة. كابتن فهد، نتابع الحالة التحكيمية مباراة الفيحة والتعاون. طبعا أخذنا فيها يمكن 4 حالات، ونشاهد الحالة الأولى. الحالة الأولى كان هنا سقوط على مهاجم الفيحة، طبعا من خلال المشاهدة وإحنا نشاهد لا يوجد مخالفة ولا احتكاك، يعتبر احتكاك طبيعي ما بين المهاجم مع المدافع، ولا يوجد مخالفة، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء، وكان قرار الحكم باستمرار اللعب هو القرار الصحيح. هنا من خلال شوف احتكاك وتصادم طبيعي، لا يوجد مخالفة أن المدافع أنه قام بمخالفة ضد المهاجم. وهنا نقول أن استمرار اللعب هو كان هو القرار الصحيح من حكم المباراة. طيب شاهد الحالة الثانية. هنا نشاهد في مخالفة تقريبا في منتصف الملعب، وكان الحكم قريب. الإشكالية أن الحكم كان قريب ولم يحتسب هذه المخالفة، مع العلم أن نشاهد شوف اللاعب التعاون شوف دخل على قدم لاعب التعاون، دخل على قدم لاعب الفيحة بتهور. نعم. كان يتوجب على الحكم إيقاف اللعب وإنذار لاعب التعاون، لكن الحكم لم يتخذ هذه في حيال هذه المخالفة أي قرار واستمر اللعب. هذا كان قرار خاطئ من قبل حكم المباراة. نشاهد الحالة الثالثة. هذا هو هدف الفيحة. طبعا السؤال، هل هناك تسلل ام لا؟ من خلال اللقطة هذه راح تبان لنا في الإعادة في لقطة اخرى. شوف نشاهد، شوف مدافع نادي التعاون كان قريب من خط، واللي كان يحدد لنا قريب من خط منطقة المرمى، بالتالي المدافع كان اقرب الى الخط المرمى من المهاجم سيبيريا، وبالتالي كان هدف الفيحة هدف صحيح ولا يوجد تسلل. نشاهد الحالة اللي بعدها وهي الحالة الأخيرة. هنا كان في مطالبة من لاعب التعاون بركلة جزاء، لكن نشاهد يمكن اللقطة بتكون أقرب، هل هناك لمس باليد أم لا على المدافع؟ نشاهد كان المدافع قريب من الحارس، والكرة شوف الكرة ارتطمت يمكن بصدر اللاعب، ما كان شوف هنا من صدر الحارس إلى جسم اللاعب أو صدر اللاعب، وما كان هناك فيه لمس، وبالتالي كان قرار الحكم هو القرار الصحيح، ولا يوجد لمس ولا يوجد ركلة جزاء، واستمرارية اللعب هو كان قرار صحيح من حكم المباراة. نعم. هذه كان أبرز الحالات اللي سجلت في هذه المباراة. نعم. مباراة الفيحة والتعاون.